إنجيل عشية. من تراتيه المزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر، بركاته على جميعنا. الرب ملك على جميع الأممين، الله جلس على كرسيه المقدس. رؤساء الشعوب اجتمعوا مع إله إبراهيم، لأن أعزاء الله قد ارتفعوا جدا. هللويا. الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري يوحنا البشير، بركاته على جميعنا. آمين. إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم، تطلبون ما تريدون فيكون لكم. بهذا يتمجد أبي إن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي، كما أحبني أبي كذلك أحببتكم أنا. اثبتوا في محبتي، إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أنا حفظت وصايا أبي وأنا ثابت في محبته. كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل صديقه. وأنتم أحبائي إن عملتم كل ما أوصيتكم به، ولست أدعوكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يصنع سيده، لكني قد دعوتكم أصدقائي، لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. لستم أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأطلقكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم، لكي يعطيكم الآب كل ما تسألونه باسمي. والمجد لله دائما. إنجيل باكر. من تراتيل مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر، بركاته على جميعنا. وليفرح قلب الذين يلتمسون الرب. ابتغوا الرب واعتزوا، اطلبوا وجهه في كل حين واتبعوه. هللويا. الإنجيل من بشارة معلمنا لوقا البشير، بركاته على جميعنا. آمين. كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والحرير، وهو يتنعم كل يوم مترفها، وكان مسكين اسمه لعازر، مطروحا عند بابه مضروبا بالجروح، ويشتهي أن يملأ بطنه من الفتات الذي سقطها من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس جروحه. فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفنا. فرفع عينيه وهو في الجحيم في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى وقال: يا إبراهيم ارحمني،
وارسل لي لعازر ليبلا طرف إصبعه بماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. فقال له إبراهيم: يا ابني، اذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك، وكذلك لعازر البلايا، والآن هو يتعزى هنا وأنت تتعذب، وفوق هذا كله توجد بيننا وبينكم قوة ثابتة عظيمة، حتى إن الذين يريدون العبور من هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يكتزون إلينا. فقال: أسألك إذا يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي، لأن لي 5 إخوة حتى يشهدوا لهم، لكي لا يأتوهم أيضا إلى موضع العذاب هذا. فقال له إبراهيم: عندهم موسى والأنبياء، فليسمعوا منهم. فقال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. فقال له: إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء، ولا إن قام أحد من الأموات يصدقون. والمجد لله دائما. البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل العبرانيين. بركاته على جميعنا، آمين. وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى، والإيقان بأمور لا ترى، فإنه في هذه شهد للشيوخ. بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. بالإيمان قرب هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فيه شهد له أنه صديق، إذ شهد الله لقرابينه، وبه وإن مات يتكلم بعده. بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد، لأن الله نقله. إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاءه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود، وأنه يصير مجازيا للذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف وصنع فلكا لخلاص بيته، فيه دان العالم وصار وارثا للبر الذي للإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يتوجه. بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها ليست أرض ساكنا فيها، في خيام مع إسحاق ويعقوب وشركائه في ميراث هذا العالم، هذا الموعد بعينه، لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صنعها وخالقها هو الله. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا آبائي وإخوتي، آمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب. بركاته على جميعنا، آمين. ما المنفعة يا إخوتي
إن قال أحد له أن له إيمانا ولكن ليس له أعمال، هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ إن كان أخا أو أختا عريانين ومحتاجين للقوت اليومي، فقال لهما أحدكم اذهبا بسلام استدفئا واشبعا، ولكن لم يعطيهما احتياج الجسد، فما المنفعة؟ هكذا الإيمان أيضا، إن لم يكن له أعمال فهو ميت في ذاته. لكن يقول واحد أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك، وأنا أريك إيماني بأعمالي. أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين أيضا تؤمن وتقشعر، ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال؟ إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح، فترى أن الإيمان عمل مع أعماله، وبالأعمال أكمل الإيمان، وتم الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب برا ودعي خليل الله. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يزول وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يبقى إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس من أعمال أبائنا الرسل القديسين بركته المقدسة فلتكن معنا. آمين. وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا مرضيا عند الله. هذا ربي 3 أشهر في بيت أبيه، ولما طرح أخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا. فتهذب موسى بكل حكمة المصريين، وكان مقتدرا في كلامه وفي أعماله. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل، وإذ رأى واحدا مظلوما تحنن عليه وانتقم للمغلوب إذ قتل المصري. وكان يظن أن إخوته يفهمون أن الله على يديه يعطيهم خلاصا، وأما هم فلم يفهموا. وفي الغد ظهر لآخرين وهم يتخاصمون، فوفقهم للصلح قائلا أنتم رجال إخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فجحده المعتدي على صاحبه قائلا من أقامك رئيسا أو قاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني أنت كما قتلت أمسا المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان، حيث ولد له هناك ابنان. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك في البرية في طور سيناء في لهيب نار على عليقة. فلما رأى موسى الرؤيا تعجب، وفيما هو يتقدم ليتأمل صار صوت الرب قائلا إن أنا هو إله آبائك إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فارتعد موسى فلم يكسر أن يتأمل، فقال له الرب اخلع نعل رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه هو أرض مقدسة، قد رأيت عيانا مشقة شعبي الذي في مصر، وسمعت أنينهم ونزلت لأخلصهم، فهلم الآن لأرسلك إلى مصر. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
إنجيل القداس من تراتيل مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا. الكلمة التي أوصى بها إلى آلاف الأجيال الذي عهد به لإبراهيم وقسمه لإسحاق أقامه ليعقوب أمران ولإسرائيل عهدا إلى الأبد. هللويا. الإنجيل من بشارة معلمنا مرقس البشير بركاته على جميعنا آمين. وجاء إليه الصدوقين الذين يقولون ليس قيامة وسألوه قائلين يا معلم كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وترك امرأة ولم يخلف أولادا يتزوجها أخوه ويقيم نسلا لأخيه فكان عندنا سبعة أخوة تزوج الأول امرأة ومات ولم يترك نسلا فتزوجها الثاني ومات ولم يترك أيضا نسلا وهكذا الثالث والسابع ولم يترك نسلا وآخر الكل ماتت المرأة أيضا ففي القيامة لمن منهم تكون زوجة لأنها كانت زوجة للسبعة. فقال لهم يسوع أليس لهذا تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله؟ لأنهم متى قاموا من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون بل يكونون كملائكة في السماوات. وأما من جهة الأموات إنهم يقومون. أفما قرأتم في كتاب موسى أمر العليقة كيف كلمه الله قائلا أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ليس هو إله أموات بل إله أحياء فأنتم إذن تضلون كثيرا.